هو ده اللي كان متوقع. انا شخصيا كنت متوقع اكتر من كده بكتير. احنا نحمد ربنا، قدر الله وما شاء فعل. المهم العشرة مليون ونص اللي احنا لقيناهم في حسابات المرحوم الشخصية دول جم في وقتهم، لاني لازم اسدد منهم فلوس الحاجة نعيمة وبناتها اليتامى. للأسف يا دكتور مش هينفع. مش هينفع ليه بقى يا دكتور؟ اصل يا فندم جالنا انذار من البنك، كان المرحوم واخد منه قروض. الانذار بيقول اذا ما قمناش بالتسديد اقساط القروض المتأخرة هيضطر يحجز على اصول المجموعة كلها. والقرض بتاع البنك ده بكام يعني؟ 57 مليون جنيه. ايه؟ 57 مليون جنيه؟ المبلغ مش ضخم قوي بالنسبة لوضع المجموعة وإمكانياتها، وبالعكس يعني المجموعة عندها سيولة كبيرة قوي، وممكن نحن نجمعها وجاري تحصيلها حاليا، وممكن جنابك تتفق مع مدير البنك على ان احنا هنديله 10 مليون جنيه دلوقتي ونسدد الاقساط كلها على اقساط شهريه. بس ده سيعرضني لحرج شديد جدا. انا متفق مع الاستاذ جنيدي المحامي انه يبلغ الحاجه نعيمه ان اجراءات اعلام الوراثه انتهت والست مستنيه فلوسها. انا اسف جدا يا بابا، الحاجه نعيمه لازم تستحملنا شويه، لان دي ديون بنك، يعني ممكن يحجزوا على الاصول وهيبيعوها باقل الاسعار، وكده هتبقى هزه عنيفه جدا للمجموعه. ده غير الاف العمال اللي هتتشرد واللي هيفقدوا مصادر دخلهم. لا لا شكر بيه، اعوذ بالله، انا لا اقبل ان عامل واحد يفقد عمله. طيب انا هقول اقتراح قد يحوز القبول، ما نعرض على البنك انه ياخد 5 مليون فقط دلوقتي، والخمسة مليون الباقيين ندفع منهم جزء من حقوق الحاجة نعيمة. Impossible. It can't be done. مش هينفع، لان الوضع حرج جدا مع البنك. عموما قطب بي رئيس مجلس الإدارة البنك هيجي يقابل حضرتك النهارده بالليل، نقعد ونتفاهم معاه.